تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، اليوم مثل ما تعرفون آخر يوم في الأسبوع، الخميس الونيس، وأحب أني أيضا بالنسبة للأخوة السائقين نتمنى لكم إن شاء الله يعني رحلة سعيدة ورافقتكم السلامة، ولا تنسون إن شاء الله حزام الأمان. واليوم أيضا تاريخ مميز اللي هو 20/2/2020. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق عملي اليوم معاي في التنسيق والمتابعة اختيميرة المري، وفي الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما وائل قواسمة، وأنا من أمام الميكروفون معاكم محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، قبل نأخذ أول فقرة من البرنامج أحب أني أذكركم وعلى أي استفسار عندكم وتواصلكم اقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006، ونقول يا مرحبا بكم وسهلا. مستمعينا الأعزاء، نأخذ مثل ما عودناكم دائما الفقرة الأولى من البرنامج دردشة السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. اختي اسماء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، وصباح النور عليكم على كل مستمعين اذاعه نور دبي. صباح النور والسعاده اسماء. ناخذكم في جوله من الاشياء المهمه اللي تم عرضها في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. من ضمنها خدمه طبيب لكل مواطن. الخدمه توفر الاستشارات الطبيه للمواطنين على مدار الساعه وطيلة أيام الأسبوع من قبل أطباء المتخصصين. فهي الخدمة استحقنا نشرة أمس، واللي ما عنده تطبيق الهيئة يقدر يحمله من خلال الرابط الموجود، وأيضا تطبيق الهيئة موجود في نظام الآيOS الآيفون والأندرويد، وكذلك في الهواوي بلاي. نعم. أو الهواوي ستور، فممكن يحصلون سواء كان تليفون هواوي ولا كان تليفون يعني سامسونج أو آيفون. نعم. ايضا من ضمن الاشياء نحن نبغى نذكر الجميع بمسح دبي الطبي للعيون. المسح هذا جدا مهم، فذياهم اتصال من مركز دبي للاحصاء انه يلبون الاتصال ويونسون فحوصات، لان معاهم فيهم نحن ان شاء الله راح نطور القطاع، يعني الخدمات المقدمه لصحه العيون على مستوى دبي، يعني مو بس على مستوى هيئه الصحه، فمشاركتهم جدا مهمه. أيضا ضمن الأشياء افتتاح دورة المؤتمر الدولي جراحة الإصابات والكسور وكسور العظام، والتستمر لين 21 فبراير. نعم. أختي أسماء، اللي يميز في موضوع الدورة اللي تكلمتي عنها أن هي مختصة وايد في موضوع يعني كل ما يعني في موضوع الابتكار في هالنوع من العمليات. صحيح. وما شاء الله يعني هيئة الصحة أيضا عندها تقريبا 10 أقسام جراحة كسور يعني متخصصة وعلى يعني مستوى يعني عالمي. نعم. جراحة الكسور باستخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيره. أيضا يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي تبدأ فعاليات الإمارات يعني الابتكار على مستوى إمارة دبي، ونتمنى من الجميع أن يجونا موجودين نحن في أبراج الإمارات من الساعة 9 لين الساعة 5. نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وابحث عما تحب في عملك، فلا يوجد عمل من دون عنصر من عناصر المتعة. دائما نركز على الأشياء نحبها، ما في شغلة نحبها من A to Z مثل ما يقولون. أكيد في أشياء نحن نحبها، في أشياء ما نحبها في أي شغلة نسويها، لأن تشوف واحد يحب الإبداع والفيديو لكن لازم يوثق شغلة ولازم يكتب ولازم يسوي يعد تقارير، يمكن ما يحب هذا لكن في النهاية نحن علينا نسويهم كلهم
لكن نركز على الأشياء اللي نحبها عشان يعني الدوام ونحن يعني طاقة إيجابية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بالصحة والسعادة أختي أسماء، شكرا لك. كانت معنا الزميلة أسماء الجناحي وفقرة السوشيال ميديا، ومثل ما ذكرت الأخت أسماء أن نحن الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا أسبوع الابتكار، فأيضا اليوم الفقرات الثانية من البرنامج إن شاء الله اللي بنتكلم عنها كلها معنية بأسبوع الابتكار والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بما يخص الابتكار والإبداع. مستمعينا الأعزاء، أذكركم بأرقام التواصل مرة ثانية على 605514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم فقرتنا الثانية بتكون الفقرة التوعوية، واليوم موضوع الحقيقة شيق. نحن دائما متعودين يكلمونا بالنسبة للتغذية وفوائد التغذية ونمط الغذاء والحياة الصحية السليمة. اليوم بنتكلم عن شيء جميل، عن مادة جميلة. أنا بس يعني بتكلم عن الأسماء ويمكن بعضكم بيعرف اسمه، لب النخلة أو قلب النخلة أو المار. فوائد عظيمة الصراحة، ولكن أنا بخليكم إن شاء الله تتكلم عن هذا الموضوع الأستاذة سامة عبد الله. صباح الخير أختي سامة. أهلين يا صباح النور أخي عبد الله، يسعد لي صباحك ويسعد صباح المستمعين. الله يسلمك. أنا عاد أخذت الموضوع شوية وذكرت للمستمعين الأعزاء الأسماء، ولكن أنت إن شاء الله بتكلمينا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي وفوائده. أكيد أكيد أفعليك. طبعا مثل ما ذكرت أخي عبد الله راح أتكلم عن فوائد الحيب، بس قبل لا أتطرق للموضوع وأدخل بالتفاصيل، بالأول راح أعرف شنو هو الحيب وطريقة استخراجه وأماكن تواجده، وبعدها راح أتكلم عن القيمة الغذائية للحليب. نعم طبعا مثل ما ذكرنا أختي أن له أسماء عديدة، يعني في بعض الدول يسمى بلب النخلة، وبعض الأماكن قلب النخلة، وبعض الأماكن الجمار، ومثل ما تفضلتي أن نحن عندنا في المجتمع الإماراتي بالأغلب يعني يسمى بالحليب. طبعا نعم. مثل ما ذكرت هذه الأسامي اللي يصفون فيها لب النخلة، ولكن مثل ما يطلقون عليها هل الشمالية بالحليب وهل الغربية هل بضبي بالكاروب. طبعا راح أعرف شو هو الحيب. هو الجزء الذي يغذي النخلة، وهو نافع البياض حلو المذاق إذا تم وصفه، ويتم استهلاكه بكثرة في الجو البارد أي في فصل الشتاء، حيث يتم تزايد حلاوته وصلاحية أكله لا تتجاوز اليومين إذا لم يتم تخزينه بالطريقة الصحيحة، لأنه يتحول إلى اللون البني المائل للأسود، والسبب يعود لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات الأخرى المفيدة للجسم. نعم. ويتم استخراج الحيب بعد قطع بطريقة معينة. طبعا هو مش بالموضوع السهل، ويتطلب الأمر لمهارة وخبرة لا يجدها الكثيرون، ولا ينصح أبدا بقطع النخلة المثمرة فقط لاستخراج الحيب. نعم. ومثل ما قلت لك يتواجد في أماكن جدا واسعة، منها أسواق الشعبية مثل سوق الجمعة وسوق البدية وشرم ومسافي بالبجيرة، ويختلف سعر الحيب حسب الحجم اللب المستخرج والجهد المبذول. نعم. والحيب أخوي عبد الله أنواع، من الحلو ومن المر، وهذا الأمر يعتمد على شيء واحد وهو الشجرة الأم. إذا تم ريها وتسميدها بعناية يكون حيبها حلو المذاق، وبالتالي إذا تم إهمالها يكون حيبها مر. لافتا إلى أن أجود أنواع الحيب هي المستخرجة من أصناف النخيل الجيدة مثل الخلاص والبرحي الشيشي، والجدير بالذكر أن ذكر النخيل هو أجودها على الإطلاق، وينصح بضرورة تخزين لب النخلة في الثلاجة فور جمعي حتى لا يتغير لونه أو طعمه. نعم. أختي سامة، أنت ذكرتي بأن يعني الحيب له مواسم، يعني أنت ما ينحصل يعني مثلا في طول فترة الأشهر في مواسم معينة، فمدة يعني حفظه في الثلاجة كم مثلا ممكن الواحد يشتري كمية ويحتفظه مثلا في الثلاجة لمدة كم؟ هي مش المدة الكبيرة. طبعا هو يفضل أول ما يجمع الحيب يستخدم أو ينأكل في نفس الوقت، لأن تكون حزتها طعمها أحلى ويكون فريش. طبعا كأي نوع من الفاكهة لو حطيتها مثلا قطعتي وحطيتها في الثلاجة بيتغير مع الأيام. نعم. ولكن هو من يوم ليومين بيكون أفضل استخدامه أو استهلاكه.
أختي عندي سؤال بس عبر الرسائل النصية القصيرة، يقولون هل متوفر في الجمعيات التعاونية أو السوبر ماركت مثلا؟ متوفر في السوبر ماركت الجمعيات، ولكن معلب، يكون نعم. معلب مش يكون فرش. هو طبعا الفرش أفضل، طبعا الفرش يكون أفضل، لأن المعلب يكون فيه إضافات مواد حافظة، ويكون فيه كمية الصوديوم أو الأملاح تكون فيها عالية. نعم. أيضا ذكرتي أن الحليب له فوائد كبيرة وله فيتامينات ويساعد على أتوقع يعني زيادة الحديد في الجسم، لو تكلمينا شوية عن هاي الأمور أختي سامة. طبعا فوائد الحليب هو له فوائد وقيمة غذائية عالية جدا، تجعل منه علاج فعال عناصر العديدة، فهو يعمل على الوقاية من فقر الدم، لأنه غني مثل ما أنت ذكرت بعنصر الحديد الذي يساهم في زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم، وأيضا هو غني بفيتامين ألف والذي يمثل أهمية كبيرة للبصر، فهو يعمل على تقوية النظر، ويحتوي أيضا على حمض الفوليك المفيد جدا بشكل عام للنساء الحوامل وعلى وجه التحديد، حيث يعمل على الوقاية من التشوهات الخلقية ويساعد على نمو الجهاز العصبي للأطفال. نعم. ويحتوي أيضا على نسبة من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام ويساهم في الوقاية من أمراض هشاشة وضعف العظام، وهو مصدر جيد للألياف لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن وظائف الجهاز الهضمي، وتعمل أيضا على الوقاية من مشكلة إمساك ومشاكل عسر الهضم، ويمثل أهمية كبيرة في زيادة الشعور بالشبع. نعم. ونقطة مهمة جدا للنساء اللي يهتمون بجمال البشرة، هو يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الوجه، حيعمل على زيادة حيوية البشرة ويحسن في الحالة النفسية والمزاجية، ويعمل على الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، وبالتالي هو يساعد على التخلص من مشكلة التوتر العصبي. نعم. وهو له يعني فوائد عديدة لا يقتصر اللي أنا ذكرته، طبعا بس لضيق الوقت والوقت المقتصر علينا اتطرقت لأهم الفوائد للحليب أو لب النخلة مثل ما ذكرنا أخوي عبد الله. نعم نعم. أتوقع أن يعني مثل ما ذكرت أختي سامة لها فوائد كثيرة، وأتوقع أن اليوم أنت أيضا يعني ذكرتي أمور كثيرة يعني تفيد الإنسان في موضوع الحليب، فنتوقع أن الكثير اليوم بيبحث عن الحليب هل متوفر في الجمعيات أو الأماكن الثانية. بالفعل. هي نعم. أختي سامة عبد الله أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك على هالمعلومات القيمة. عفوا، يسعد لي يومك إن شاء الله، ويومك سعيد إن شاء الله يا عبد الله. الله يسلمك. مستمعينا الأعزاء، في فقرتنا الثانية بتكون معنا، أذكركم بتكون معنا الأستاذة منال بوفلاسة رئيسة قسم التمريض والتثقيف في مركز دبي للسكري، بس بناخذها إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، وارحب بكل من انضم إلينا، وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ومثل ما تعرفون برنامج صحة وسعادة معني بكل أمور اللي تتعلق بالصحة والسعادة، فنحب أنكم تتواصلون معنا خلال البرنامج، إذا عندكم أي استفسار، إذا عندكم اقتراح يخص بهذا الموضوع نحن حاضرين إن شاء الله، وإذا عندكم أي سؤال أيضا بناخذ الأسئلة وبنحولها إن شاء الله الجهات المعنية. ومثل ما تعرفون أن نحن عندنا ثقافة اللي هي أخذ الاستفسارات والاقتراحات، والهدف منها تطوير وتحسين الإجراءات. مثل ما تعرفون ومثل ما ذكرنا قبل لا نطلع الفاصل، نحن الأسبوع القادم شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواضيعنا اليوم بتتكلم عن الابتكار والخدمات الصحية. فمركز دبي للسكري تابع لهيئة الصحة بدبي، هو أحد أفضل مراكز العالم الطبية المتخصصة، وقد رسخ المركز مكانته طوال السنوات الماضية كمؤسسة طبية وعلمية وبحثية مرموقة في الوقت الذي تخطت إنجازاته وعمليات تقدمه وتطوره حدود المكان، ما جعله وجهة مميزة للباحثين عن التشخيص السليم والوقاية اللازمة والعلاج الناجز لداء السكري من داخل الدولة ومن خارجها. وفي كل يوم هناك الجديد من الخدمات النوعية التي يوفرها المركز للمتعاملين معه،
من بينها خدمات التطبيق عن بعد التي تحدثنا عنها اليوم الأستاذة منال بوفلاسة اللي هي رئيسة قسم التثقيف الصحي في مركز دبي للسكري. أستاذة منال صباح الخير وصباح السعادة. يا هلا هلا أخوي عبد الله، صباح النور والسرور عليكم على المستمعين كلهم. يا مرحبا بك وسهلا. وأختي منال، بنتكلم معاك اليوم مثل ما تعرفين أن الأسبوع القادم هو أسبوع الابتكار، ومركز دبي للسكري يعتبر مركز مبتكر في خدماته. أعطينا أختي منال فكرة عامة عن مشروع التطبيب عن بعد وخدماته التي يوفرها مركز دبي للسكري للمتعاملين. طبعا المشروع هذا هو بيكون أول في نوعه إذا في دولة الإمارات طبعا في المنطقة. نعم. تطبيب عن بعد بيكون عن طريق أن المريض يكون عنده الأجهزة المتصلة بأب موجود على التليفون. نعم. أجهزة اللي هي تتضمن أجهزة فحص السكر، جهاز الضغط، الوزن، بعض التحاليل اللي هي الكلية والكرومتو البول، بالإضافة إلى بيكون متصل أيضا بجهاز ليساعد المريض على تذكيره بأخذ الأدوية. نعم. وبتم متابعته من قبل مختصين في مثل ما يقولون مركز يتابعونه ويتابعون وظائفه الحيوية عن بعد. نعم. الفئات المستهدفة من هذه الخدمة؟ طبعا احتويناها لأن لقينا أن في بعض الناس اللي بيكون عندهم صعوبة أنهم يوصلون لنا سواء من المسافة أو من كثرة انشغالهم، فإحنا نحاول حاليا أن احنا نستهدف هذه الفئة سواء كان من السكر النوع الأول أو النوع الثاني. نعم. وعندهم يواجهون صعوبة الوصول إلينا، فهذه الفئة اللي احنا راح نستهدفها إن شاء الله أو مستهدفين. طبعا الخدمة هاي أستاذة منال يعني بتساعد كثير من المرضى، واليوم مثل ما تعرفين يعني وجود التطبيقات الذكية والخدمات اللي يعني هيئة الصحة عندها خدمات ذكية وإبداعية، وهناك الكثير من التطبيقات الذكية، فبيساعد الفئة المستهدفة عندكم بحيث أن حتى لو مثلا ما قدر إيه الموعد عند ظرف مسافر، فبيتم إدارة حالته عن طريقكم أنتو، وهو أي مكان يكون سواء في بيته في مكتبه أو حتى مسافر. حتى صحيح فعلا فعلا استاذ عبد الله، لان تعرف هذه حتى لو كان هو حالته مستقره وما يحتاج حتى انه هو يجي كل شهر او كل اسبوع، بس بعد ما هذه ما يمنع ان احنا لازم بعد نتابعه حتى لو مثلا تغيب عن موعده او صار الموعد ابعد عن 3 شهور الى 6 شهور او حتى سنه. نعم. ايضا الجانب الثاني استاذ منال، كيف يعني خفضت او بتخفض يعني الخدمه هاي اعداد المترددين على مركز دبي للسكري او المراجعين؟ راح الصراحه انا اقول لك من الحين نقول لك انا اقدر اقول لكم ان هذه فعلا راح تشيل اذا ما بكون مبالغه النص من الويتنج تايم اللي عندنا مثل ما يقولون، اذا قدرنا احنا نتوسع ونريتش حق الناس اللي برا. نعم. بيكون بيفتح المجال حق الناس اللي المفروض يجون عندنا في المركز اكثر، وما بيكون طبعا احنا الكلمه تشتكي علينا ان احنا الويتنج تايم مالنا عالي. نعم. ان شاء الله راح هذه احد الاشياء اللي راح تساعدنا ان شاء الله ان نخفض الويتنج تايم عندنا. نعم. وايضا بيخلي مثلا الحوامل وكذي اللي تحتاج انها تكون موجوده عندنا بالمركز. نعم. وايضا يعني استاذه بيخلي هذا ان في هناك تواصل، لان مركز دبي للسكري اليوم يعمل على اسس يعني دولية أو عالمية بالنسبة للعلاج، وعندكم أيضا يعني جزئية الاستمرارية في العلاج أستاذة منال، فهذا بيخلي يعني تماشيا مع رؤية المركز وتوجهات المركز بأنه يكون هناك في استمرارية ومتابعة للفئة هاي من المرضى. صحيح صحيح صحيح. نعم. أستاذ منال يعني لو نتكلم في موضوع التقييم يعني للخدمة هاي أو لهالمشروع. طبعا لازم اي مشروع جديد واي بما ان الحين هو تحت الدراسه وحتى لو طلع من فتره الدراسه لازم يكون له تقييم. حاليا احنا نقيمه كل 3 شهور ونشوف نقاط التحسين ونقاط ضعف وشنو نقاط القوه اللي نقدر بالعكس ان احنا نستخدمها في تعديل اي نقاط ضعف صارت. او وبعد طبعا التقييم بيكون من جهتين، من جهتنا
ومن جهة حتى المريض بيقيمنا وبيقيم الخدمة وهل هو مدى الاستفادة منها ومدى تحسن صحته حتى من مع بعد استخدامها. نعم، وأيضا هاي الدراسة أستاذة منال، يعني العدد اللي أنتم ماخذينه كفترة أولية يعني كتجربة أو دراسة، شو هي خططكم المستقبلية لهذا المشروع؟ إحنا كعادة في البداية صراحة بنبتدي بخمسين شخص ونشوف، أو بدينا 50 شخص وبنشوف مدى قابليتهم ومدى خلينا نقول ردة هم كرأيهم في الموضوع. عقبها بالعكس يعني قد ما نقدر بيكون نحول المرضى كلهم يكونون يعني خلينا نقول مثل ما قلت في البداية أن الحالة إذا كانت مستقرة ما تحتاج لنا شيء، نعم بيكونون بيدخلون ضمن هالبرنامج. نعم، فبيساعدهم أن هم يعيشون حياتهم، إيه هم إحنا متابعينهم بس عايشين حياتهم بدون ما هو يكون يطلع من الدوام ولازم أروح عندي موعد. تعرف يعني الحين الحياة صارت متطورة أكثر من أن إحنا نخليه ويقعد ينتظر المواعيد وينتظر طبعا التحاليل وكل شيء ويكون كل شيء عنده في البيت. نعم، الشيء الجميل في الموضوع أستاذة منال أيضا يعني الخدمة بتكون متكاملة، يعني مركز دبي للسكري اليوم يقدم خدمة متكاملة للإنسان المصاب بداء سكري، خدمة طبيب يعني علاجي دوائي، خدمة مثل يعني أنت رئيسة القسم عندهم التثقيف الصحي والتثقيف الغذائي والعناية بالقدم وفحص شبكية العين، التمارين الرياضية وأيضا الدعم النفسي في الموضوع، فيتم يعني إدارة حالة الإنسان هذا عن بعد مع جميع الفريق الطبي أستاذ منال، صح؟ لأن بيكون الكول سنتر، خلينا نقول السنتر اللي راح يوصل القراءات مالت المريض يكون فريق متكامل. وحتى احنا من ضمن الأجهزة أستاذ عبد الله اللي معطينها حق المريض مثلا مقياس الحرارة، مقياس جهاز لقياس تخطيط القلب. فلو أنا في المركز شفت أن المريض هذه والله عنده مشكلة، ممكن يكون حرارته مرتفعة، ممكن يكون مشكلة بالقلب، راح يتلقى اتصال مني أو من أحد الأخوان اللي معاي، وفي طبعا فيديو كول يعني بإمكان حتى يشوفني هو يخاطبني بالفيديو، وراح أقول له مثلا استخدم ذي الجهاز أو استخدم ذي الجهاز عشان أتأكد أنه هو مو بس أن احنا نشوف أنه هو شيء ظاهري، بعد نشوف الشيء الداخلي عنده. نعم طبعا أكيد أستاذ منال، يعني أنتوا عملتوا دراسة في موضوع اختيار الـ50 شخص، لو تحدثينا كيف تم يعني اختيار العدد هذا كدراسة مبدئية؟ طبعا احنا شفنا في تجنباتنا ان من هم اللي تغيبوا ما قدروا يجون في اخر سنه، صار لهم سنه او اكثر تغيبوا عن الحضور للمركز. طبعا تواصلنا معاهم او عندهم مثلا سكر تراكمي اعلى من 8.5. الناس اللي هم حاليا يحتاجون طبعا مش دواء نوع واحد ادويه السكر، في كذا نوع، واللي طبعا حنحاول ناخذ مو بس من إمارة دبي، حتى من الإمارات الشمالية أو حتى الإمارات الأخرى، عشان إن نشوف شنو تأثيرها على جميع المناطق. نعم، وأيضا مثل ما ذكرتي أستاذ منال أن البرنامج عندكم أنتم أخذين يعني شرائح مختلفة من مراجعين مركز دبي للسكري من جميع الإمارات، وهذا أيضا جانب يعني مهم جدا بيساعد للي يعني مثلا في مناطق أو الإمارات الثانية سواء شارجة أو عجمان أو الإمارات البعيدة، فبيساعدهم هذا البرنامج العلاجي عن بعد. نعم، لأن أنت مثل ما عرفت مركز دبي للسكري مثل ما نحن أول ما فتحنا لإمارة دبي ولكل شعب الإمارات دبي. نعم أستاذ منال، هل من كلمة أخيرة تحبين توجهينا لمستمعينا الأعزاء في هذا الموضوع، سواء كان موضوع العلاج عن بعد أو يعني شهر الابتكار؟ وطبعا مركز دبي للسكري مركز معروف، ومركز اليوم نحن ما نتكلم عن مركز دبي للسكري كمركز، وإنما نتحدث بأنه منظومة علاجية مبتكرة، يعني صرح طبي وبحثي اليوم. نعم، أنا بغيت أول شيء أشكركم، أول شيء لأن أنتم دائما توصلون الجديد حق المستمعينكم. نعم. وفي نفس الوقت بقول حق المستمعين يعني خلينا نقول كتكون شهادتي مجروحة في هيئة الصحة، بس هيئة الصحة لا يعني ما تتردد إن هي تجيب أحدث
والتكنولوجيا الموجودة بالمجال الطبي، وحتى أحسن الأدوية الموجودة بالمجال الطبي. إن شاء الله إن شاء الله نأمل إن احنا نكون عند ظن المستمعين والمرضى إن شاء الله. أستاذ منال البوفلاسة، رئيس قسم التمريض والتثقيف في مركز دبي للسكري، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل عندنا الفقرة الثانية متعلقة أيضا بأسبوع الابتكار، وبنتحدث عن مسرعات المستقبل وأثرها على تواجد صحة دبي في شهر الابتكار، وبيكون معانا إن شاء الله ضيف دكتور محمد الرضا، مدير إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية وارحب بكل من تواصل معنا. أحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل على 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، بنكمل حديثنا عن أسبوع الابتكار وعن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، خدمات الابتكارية، وأيضا عن الفعاليات اللي بتكون موجودة والخدمات اللي بتعرضها هيئة الصحة بدبي في أسبوع الابتكار بعد نجاحها المتواصل خلال الدورات الست الماضية لمسرعات دبي المستقبل، وتمكنها من الاستحواذ على مجموعة كبيرة من التقنيات الطبية الذكية. دخلت هيئة الصحة بدبي إلى مرحلة مهمة للدورة السابعة للمسرعات ضمن حزمة من الأهداف التي ترمي إلى استمرار استفادة من آخر التقنيات في العالم وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، ومن ثم وأيضا في خدمة الناس. في الوقت نفسه تطالعنا الهيئة في كل عام وخاصة في شهر الإمارات للابتكار ثمار ونتائج جولاتها المستمرة في مسرعات دبي المستقبل، حيث تستعرض هيئة الصحة في دبي في هذا الشهر وبالتحديد في الأسبوع المخصص لمدينة دبي بكل ما هو جديد وكل ما يستوحذ عليه من تقنيات ذكية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد صباح الخير. صباح النور يا عبد الله. الله يحييك دكتور محمد. نحن اليوم يعني برنامجنا كان الحديث عن الابتكار وأسبوع الابتكار، وطبعا نحن بنستمر معك دكتور بتكلمنا عن مسرعات دبي المستقبل، لو تعطين دكتور لمحة عامة عن برنامج مسرعات دبي المستقبل. طبعا برنامج دبي المستقبل المسرعات بالتحديد بدأ في عام 2016 بتوجيهات من حكومة دبي بتأسيس مؤسسة دبي للمستقبل لمواجهة تحديات المستقبل اللي تراها الحكومة في جميع القطاعات، سواء كانت الصحية، المواصلات، الأمن وإلى آخره. هيئة الصحة بدبي خلف زمام الأمور بالنسبة للأمور الصحية، وبحضور معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي كأحد أعضاء مجلس الأمناء في مؤسسة دبي للمستقبل. بدينا في 2016 تحديدا في شهر سبتمبر في الدورة الأولى، ومثل ما تعرف عبد الله كانت الدورة الأولى فيها كثير من التساؤلات، شو هي المسرعات وشو يعملون وشو اتصالهم بالمستقبل. نحن نركز على التقنيات، تحديد التقنيات الحديثة اللي من شأنها أنها تقلل التكلفة، تزيد الجودة، تسعد المريض، وتسرع الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة للمريض. و بدينا في مستشفياتنا الحكومية، والحمد لله اليوم شفنا حتى المستشفيات الخاصة متحمسة للدخول في برنامج مسرعات دبي المستقبل. في كل دورة، ومثل ما ذكرت إن إحنا الآن وصلنا للدورة السابعة، في كل دورة نختار أربع شركات عالمية. أنا بس بوضح مش شركات عالمية معناتها إن شركات كبيرة مثل الشركات الضخمة، لا، نحن حتى نستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى في بعض الأحيان اللي هي مبتكرة، اللي هي عندها تقنيات قد تكون بسيطة وحتى تكلفتها قد يكون بسيطة ولكن أثرها كبير.
تغطى حتى الشركات الكبيره. وشفنا ان الشركات الكبيره لما ندخلهم برنامج المسابقات بداوا يساعدونا ويتحركون ويانا بطريقه سريعه جدا كانهم هم شركات صغيره متوسطه ايضا. كثير من الافكار طلعت من برنامج المسابقات بالمستقبل، منها الطباعه الثلاثيه الابعاد، منها الذكاء الاصطناعي، منها البيانات الكبيره واستخدامنا للبيانات الكبيره وتطبيقات البلوكتشين. الان نحن في الدوره السابعه، اذا بتسالني شو ركزنا عليه بقول لك ركزنا على الجراحات الروبوتيه بالتحديد في مجال الاعصاب. امس كان تصريح لمعالي احمد القطامي مدير عام هيئه الصحه بدبي ان نحن نمتلك احد افضل 10 مراكز في العالم لجراحه قشور العظام. ما شاء الله. والتقنيات خدمتنا كثير، نحن شغالين مع قسم العظام في مستشفى راشد صار لنا اكثر من سنتين الان، وبشرك ان كثير من التقنيات اللي دخلت قيد الخدمه في هيئه الصحه بدبي كانت عن طريق برنامج المستبعات، منها الاو ار، منها النافيجيشن، والان الجراحات الروبوتيه وتزاوجها مع الذكاء الاصطناعي. نعم. اشيد هني بدور الجراحين الصراحه في مستشفى راشد، خص جراحين قسم العظام ما قصروا ايضا في استقطابهم للتقنيات. التقنيات قد تقول لي عبد الله انها موجوده اليوم في العالم، ولكن نعم. استقطبها واللي يتحمس للتعامل معها وانه يطبقها في نوع ايضا من الريسك، ان المخاطره انت تجيب تقنيه قد تكون حديثه جدا، قد يكون حتى في بعض الاحيان يمكن مدن قليله في العالم استخدمتها. نعم صح دكتور. كدورنا نقوم بواجبنا ان نحن نتاكد ان هذه التقنيات هي معتمده، ما تؤذي المريض، وهي تؤذي سلامه المريض في المقام الاول وبتفيده، اذا ما فادته ما بتضره. نعم دكتور، انت تحدثت ايضا عن يعني الدوره الاولى كانت في 2016 وكانت هناك كثير الدورات، وايضا تحدثت عن الدوره السابعه. الى اي حد يعني التقنيات الحديثه هاي اللي تفضلت فيها دكتور يعني خدمت يعني المتعاملين في هيئه الصحه بدبي والمرضى على وجه التحديد؟ يعني إذا بذكر مريض واحد اللي هو الأخ فهد علي اللي هو بطلنا في باقات كراسي المتحركة وهو من أصحاب الهمم. طبعا الأخ فهد ولد مبتور الأرجل، قدرنا نحن مساعدة بسيطة وبدعم كبير من هيئة الصحة بدبي أن نحن نوفر له ساقين من من البرنامج دبي المسرعات. طلعنا بالجهاز هذا أو جهازين عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد بحيث أنه يستخدمها، فكانت تجربة وتجربة فيها مخاطرة كبيرة. نعم. أن نحن كيف اليوم يمكن يكون هو أول واحد في العالم يستخدم ساقين اصطناعيتين مطبوع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد. فالكل تسأل أن هل أنتم بتفيدونا، قلنا إذا ما بنفيده ما بنضره. وبالفعل هو في البداية كان متردد كثير، ولكن الحمد لله هو ووالدته أصبحوا من المتحمسين لهذه التقنية لأنه شافوا الفوائد، شافوا سرعة التنفيذ، شافوا الديزاين العالي الدقة، شافوا الجودة العالية. نعم. شافوا أيضا أن هذا الجهاز لو اخترب نحن بكاننا في أسبوعين نوفر له جهاز آخر، عوضا عن الثلاث أشهر اللي كان ينتظرها في كل مرة يحتاج جهاز إذا اخترب الجهاز. نعم. أول ما دست الأخ فهد الجهاز هذا قال لي دكتور أنا عندي أقول لك شو ملاحظاتي، فكلنا خفنا أنه يمكن ملاحظات غير إيجابية. قال لي دكتور المشي عندي حتى أفضل. نعم. هذا الشيء طيب. صح. قال لي عقب الآلام اللي كانت تجيني في الظهر الآن ما أحس فيها. قلت أيضا هذا شيء طيب. عقب قال لي شيء غريب، قال لي دكتور أنا الآن أحس بشيء غريب اللي هو أحس بأطراف أسبوعي اللي هي أسبوع القدم. نعم. فهني كلنا توقفنا عند أن الأخ فهد طبعا مولود من غير ساقين، التقنية اللي تم استخدامها في المطبوعة الثلاثية الأبعاد له كانت تقنية عالية الدقة، يمكن أول مرة نستخدمها عندنا الإمارات وحتى في العالم، كانت تحسسه بأن أطراف أسبوع موجودة كأنه عنده القدم الطبيعية، فبالتالي هذا أعطاله ثقة كبيرة في نفسه. نعم. الإحساس اللي كان شبه طبيعي
حتى أنا بشرك إنه قبل كان يستحي إنه يدخل إلى صالة رياضية أو حتى يلبس شورت إنه يتمرن أو كذا، فالآن بالعكس هو مفتخر إنه لابس ساقين عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، وهو اختار كل الديزاين وكل التصميم من ذوقه هو شخصيا، فكان عنده نوع من الفخر الصراحة، ونتمنى أن احنا أيضا نساعد مرضى أكثر عن هالطريقة. هذا مثال بسيط جدا. طبعا مثال آخر اللي هو في العمليات أيضا عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي أو توفير البيانات نقدر نوفر وقت العملية، بالتالي نقدر نوفر وقت التخدير، نقدر أيضا نوفر الوقت اللي يستخدمه الطبيب أو المريض اللي يكون متواجد عندنا في المستشفى، وتخفيف الضغط على المستشفى. فهي كلها فوائد عبد الله، يعني مثل ما تقول متدرجة ومنبثقة من توفير تقنية بسيطة قد تكون في غرفة العمليات أو جهاز بس المريض. نعم دكتور، مثل ما ذكرت يعني يعني تواجد الأشياء هاي التقنيات الحديثة، يوم نسمع مثلا القطة هاي الحقيقة شيء جميل جدا، لأن تحس أن الأمور هاي على أساس أن تساعد المراجعين وتساعد المرضى بشكل أكبر. دكتور أيضا يعني إذا بتحدثنا عن اليوم في هيئة الصحة في دبي، هناك في مختبر لطباعة الثلاثية الأبعاد في مركز الابتكار، تم تحويل أحد المختبرات الموجودة عندنا في هيئة الصحة إلى مختبر أو 3D Printing Lab، يعني نعم. مختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد، بحيث أن الطبيب ما يتعب في توفير المطبوعة له. قبل كان كثير من الاتصالات، أتذكر أول مطبوعة طبعناها في 2016، نعم. كثير من الاتصالات بيننا وبين بين الشركة اللي بتطبع وبين الطبيب وبين أطباء الـ الراديولوجي أو الأشعة، بحيث أنهم يدخلون ويأخذون الأشعة. اليوم بغينا نسهل إحنا على المريض بحيث أن توفر هاي المطبوعة للطبيب المعالج بسرعة كبيرة. كيف؟ نعم. عن طريق طلب الطبيب أو الجراح المعالج من نظام سلام، نظام الملف بالموحد أنا أو الإلكتروني في صاحب دبي، يدخل الطبيب أو الجراح يشوف الأشعة اللي يحبها ويعمل لها داونلود أو طلب بحيث أنه تنطبع في مختبرات هيئة الصحة. فكان الهدف هو توفير المطبوعة بسلاسة وبسرعة كبيرة، بحيث أن لا الطبيب ولا المريض يتأخرون في وصولهم للمطبوعة هذه. وأيضا دكتور تسهيل يعني. نعم. وأيضا تسهيل الإجراءات، يعني أنت يوم يكون عندك يعني إنهاوس المختبر فيتم هناك يعني تواصل أفضل، يعني تسهيل الإجراء بالنسبة للطاقم الطبي. حتى في فائدة أخرى عبد الله، أن أطباءنا تعرفوا على التقنية بطريقة أسرع وأكبر بما أنها هي موجودة في هيئة الصحة بدبي. أيضا أطباء الإقامة، بحيث أن المختبر موجود في المكتبة الطبية في مستشفى راشد، تعرفوا على التقنية، فهذول هم أطباء المستقبل. فلما يكون موجود عندهم هذا المختبر ويشوفونه، ونحن تعمدنا أن حتى أن يكون المختبر زجاجي بحيث أن يشوفون العاملين داخل ويشوفون الأجهزة ويتعرفون أكثر على طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، بيفيدهم في المستقبل وبيفيدهم في عملهم اليومي وبيفيدهم في تخيل المطبوعة. هو التخيل هو أكبر والأهم. لما نعم. تقول لشخص أنه ترى نحن طبعنا يمكن تتكلم عنه، لكن لما يشوفه أمامه ويشيله ويلمسه ويقدر يغيره بطريقة المحاكاة الطبية أو عن طريق الفيرتشوال رياليتي الواقع الافتراضي، أعتقد أننا استفادتنا بتكون أكثر من فقط توفير المطبوعة، بل هي تعليم أطبائنا وخص أطباء الإقامة منهم هم يتعرفون على هذه التقنية الجميلة. نعم. ودكتور مثل ما تفضلت، يعني الجانب المهم في الموضوع ان وجود المختبر هذا في هيئة الصحة بدبي، ويعني تفاعل الأطباء مثل ما ذكرت، الأطباء يعني الإقامة، فوجوده وتفاعلهم مع الشركات اللي موجودة أيضا هذا يعزز ثقافة الابتكار والإبداع، وهذا هو الهدف الأسمى. نعم دكتور محمد، إلى أي حد تعزز نتائج مسرعات دبي المستقبل من تواجد هيئة الصحة بدبي القوي في شهر الابتكار؟ والله كلها فخر بشهر الابتكار، ونثني على حكومة دولة الإمارات أنها طلعت بهذه المبادرة. طبعاً الكل بيقول أن هذا شهر لكن آثاره كبيرة، يمكن نحن خلال 12 شهر اللي خلف الكواليس نعمل
نقوم بالتقاء أفضل التقنيات أساس أننا نعرفها في شهر الابتكار. تواجد المصارعات كان من أول يوم ومن أول سنة تم الإعلان عن مبادرة شهر الابتكار, بحيث أن كثير من النتائج تم عرضها في مختبر الابتكار أو أسبوع الابتكار. من النتائج الطيبة اللي تم عرضها اللي هي استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص تلال شبكية العين, وكان أول مرة في العالم أن دخل خوارزمية أو ألغوريزم أو جهاز هو يعمل التشخيص الذاتي لصور العين, والحمد لله يعني قدرنا نفحص 500 شخص وكانت النتائج جدا طيبة, والحمد لله أيضا قدرنا نشخص تقريبا 25 شخص من 500 بحيث أنه كان بالفعل في اعتلال شبكة العين. وقدرنا أيضا ننتج ورقة بيضاء white paper عن الورقة علمية عن هذا المختبر اللي تم عمله في شهر الابتكار. هذه الورقة طلعت أصداءها إلى العالمية, والحمد لله بعد هذه الورقة وبعد هذا التوضيح العلمي بحيث أن الخوارزمية هي اللي تعالج المريض أو تشخص المريض, يعني حتى الجهات العالمية تحركت من ضمنها الـ FDA, وحصل الجهاز على الـ FDA Approval الاعتماد الدولي من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. هذه من أبرز النتائج, ولكن أيضا تواجدنا هذه السنة بيكون مثل ما ذكرت على جراحة العظام, قسم جراحة العظام بيكون ديسبلي على الـ O-Arm اللي هو أحد أجهزة الأشعة الذكية اللي تم إدخالها إلى غرف العمليات بحيث أن الجراح ما يتعب في استخراج الأشعة أثناء العملية. فهذا أيضا بتشوفونه في شهر الابتكار إن شاء الله, ودعوة للسادة المستمعين زيارة مستشفى هيئة الصحة بدبي في شهر الابتكار حسب التواريخ المعتمدة. نعم دكتور محمد, أيضا يعني بخصوص موضوع شهر الابتكار اليوم نحن تحدثنا, وجميل جدا أن يعني يكون هناك في ثقافة في مؤسساتنا اليوم احنا في الدولة, وبالأخص إذا أنت عندك مثلا تستخدم وفي هناك يعني توجه من القيادة العليا في هيئة الصحة بدبي باستخدام التقنيات الحديثة وثقافة الابتكار والإبداع والتطبيقات الذكية بحيث أنه يعني يستفيد منها مراجعين ويعني متعاملين هيئة الصحة بدبي. نعم. تطبيقات طلعت عندنا في هيئة الصحة, وكثير من المبادرات الذكية طلعت سواء من المسرعات أو من إدارة تقنية المعلومات أو من المستشفيات أو من الأدوات الخارجية. هدفها واحد, هدفها سعادة ما أبغى أقول سعادة المريض, سعادة المتعامل, وأيضا هدف إلى شفاء المريض, شفاء المريض وأيضا عائلته, بحيث أن يكون السبورت والدعم موجود للعائلة بحيث المعلومات المتوفرة لها والتطبيقات اللي تساعد وتدعم الشفافية في هذا الموضوع. نعم دكتور محمد الرضا, مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي, كان معنا وتحدث معنا عن مسرعات المستقبل وأثرها على تواجد صحة دبي في شهر الابتكار. شكرا لك دكتور محمد. عفوا وشكرا لكم, والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا متابعينا الأعزاء, وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم, شكرا لكل من تواصل معنا, شكر جزيل لمخرجنا وأيضا لفريق العمل. إلى أن نلتقي معكم إن شاء الله الأسبوع القادم, تقبلوا تحياتنا عبد الله جمعة, واستفيدوا إن شاء الله من إجازتكم, فدمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.